نحن كان عندنا امبارح اكسرسايز 21 يمكن بارت 3 هوم ورك. بدنا نطلع معطينا جيفن الكيو هي الريشيو، الكومن ريشيو ايكوال تو. هلا في بعض الكتب تعتبر الكومن ريشيو ار، هون بهذا الكتاب معتبرين الكومن ريشيو كيو از ايكوال تو 2 اند يو 5 از ايكوال تو 2 باور 4. بدنا نلاقي اليو 1 والاس 5. هلا نحن معنا الريليشن اوف ا جيومتري اوف ذا جنرال فورم اوف ا جيومتريك سيكونس يو ان ايكوال يو بي تايمز ار تايمز كيو، يعني هيدي اللي هون الار الكومن ريشيو هي كيو باور ان ماينس بي. هون في عنا يو 5 وبدنا نطلع يو 1، بنستعمل هالقاعده بنحط يو 5 هون ايكوال يو 1 تايمز كيو باور 5 ماينس 1. ماشي، يعني بتصير ايكوفالنت تو سي اليو 5 از هيدي اسمها الجنرال الجنرال تيرم اوف ا جيومتريك سيكونس U5 equal U1 times Q power 5 minus 1، يعني U5 منعوضها لليو 5 معناها 2 power 4، 2 to the power 4 equal U1 times Q هي 2 power 4، يعني 2 power 4 over 2 power 4 equal U1 equivalent to say 1 equal U1. اليو 1 طلعت شو؟ 1. هلا بدنا نطلع بعد الاس 5. الاس 5 حسب الرول ايكوال منحط جوا نحن هون منحط جوا 1 ماينس كيو باور 5 ماينس شو هي اليو اللي نحن ما نشتغل عليها، ما نشتغل على اليو 1 مش هيك؟ يو 1 انتو 1 ماينس كيو باور 5 ماينس 1 بلس 1 اوفر 1 ماينس كيو ايكوال اليو 1 is 1 times 1 minus Q is 2 to the power 5 minus 1 plus 1 is 5 over 1 minus 2. هيدي ال 5 هي هيدي minus 1 minus هي وعلى طول بزيد plus 1، يعني equal 1 times 1 minus 32 over minus 1 بيطلع الجواب 31. ماشي، هيدي هي ويعطيكم العافية.